وإلى البورصة المصرية، حيث تبين أداء مؤشرات السوق بختام التعاملات، وتراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 161 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593 مليار و70 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 8685 نقطة ليغلق عند مستوى 8657 نقطة متراجعا بنسبة 33%. بينما فتح مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 عند 2655 نقطة ليغلق عند مستوى 2659 نقطة مرتفعا بنسبة 24%. أما عن مؤشر الشركات الأوسط نطاقا إي جي إكس 100، فقد فتح اليوم عند 2435 نقطة ليغلق عند مستوى 2442 نقطة مرتفعا بنسبة 3%. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي ثمن شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها 83 قرشا عن سعر البيع 18 جنيها 90 قرشا. بالنسبة لليورو 19 جنيها 37 قرشا، سعر البيع 19 جنيها 46 قرشا. نصل الجنيه الاسترليني سعر الشراء 22 جنيها 56 قرشا، وسعر البيع 22 جنيها 66 قرشا. نبدأ بالعملات العربية. بالنسبة للدرهم الإماراتي، والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات 12 قرشا، وسعر البيع 5 جنيهات 14 قرشا. واخيرا الريال السعودي 5 جنيهات وقرشا واحدا بالنسبه لسعر الشراء، وسعر البيع 5 جنيهات و3 قروش.